أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن يصاب الإنسان بمس من الجن أو بسحر مع محافظته على الأذكار الشرعية؟ نعم، قد يصاب بذلك ويبتلى بذلك، وقد تكون الإصابة في حال فترة منه يفرط فيها في ذكر الله عز وجل. ولهذا من لطيف ما يذكر ما جاء في صحيح مسلم أحد الرواة وهو أبان بن سمعان، وكان مصابا بالفالج وهو ما نسميه الآن بالشلل النصفي، فكان يروي في مجلس حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء حتى يمسي، إذا قاله في الصباح لم يضره شيء حتى يمسي. فلما كان يروي الحديث وهو مصاب بالفالج، كان أحد الحاضرين يحد النظر إليه ويشد النظر له، يعني كأنه يقول له بنظراته: أنت تروي الحديث لم يضره شيء وأنت الآن مصاب بالفالج. قال له: لا تنظر إليه، فإني نسيته يوما ليمضي الله في قدره، فإني نسيته يوما ليمضي الله في قدره. والقرطبي رحمه الله المفسر يقول: منذ سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، إذا قال: ما تركتها منذ سمعت هذا الحديث إلا مرة نزلنا بالمهدية ولدقتني عقرب في تلك الليلة فتذكرت أني نسيته تلك الليلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.